بسم الله الرحمن الرحيم، مع الدرس الثاني من منافع الحج. الدرس هو أيها الإخوة الأكارم العبودية. عبادة الحج تظهر غاية الحب وغاية العبودية لله عز وجل. فما معنى أن يخرج الإنسان من شاراته الدنيوية التي لا تميزه عن غيره، فتجد في الحج الأمير والفقير والغني والحقير وغيرهم، الجميع يقفون في صعيد واحد، الجميع تجردوا من ثيابهم التي تميزهم في الدنيا، تارة يركضون، تارة يمشون، تارة يعني يقفون في موضع معين. هذه العبادة العظيمة هي تظهر مدى الحب والعبودية لله عز وجل، حتى نتذكر قول الله عز وجل عن المتقين في أول القرآن الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن الإيمان بالغيب إظهار العبودية والحب في هذه الفريضة العظيمة.